تتأخر نتائج المعارك كثيرا أحيانا، لكن ذلك لا يمنع تحقيق نصر مفاجئ وسريع. هذا الأمر بدا واضحا في المعارك الدائرة بمحافظة حجة، فبعد مراوحة طويلة ومعارك دون تقدم، أعلن الجيش الوطني قطع إمدادات ميليشيا الحوثي بين محافظتي حجة وصعدة. إن اليوم الجيش الوطني قادر على حماية البلد، قادر على تطهير مناطق البلد من الانقلابيين ومن المد الفارسي في أي منطقة كانت، في أي شبر من الأراضي اليمنية. المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة قال إن قواته أحكمت سيطرتها على الخط الإسفلتي الرابط بين مديرية حرب بمحافظة حجة ومديرية الملاحيض بعد ساعات من استكمال تحرير سلسلة جبال أبو النار الاستراتيجية المطلة على مدينة حرب من الجهة الشرقية. ووفقا للمركز الإعلامي، فإن السيطرة على سلسلة جبال أبو النار تمكن الجيش من التحكم بأجزاء واسعة من أراضي المديريتين. هذا التقدم يحمل الكثير من الأبعاد الاستراتيجية التي ستنعكس على سير المعركة، حيث سيتمكن الجيش من حصار الميليشيا بعد قطع الإمدادات عنها في حرض، وهو الأمر الذي سيعجل من تحرير المديرية وفق مراقبين.